يسعد اوقاتكم اصدقائي، واهلا وسهلا فيكم فيديو جديد. الفيديو اليوم لنعلن عن اسماء الفائزين بالسحب معنا بالقرعه على الاسلحه الكستوس. طبعا السحب صار على اللايف على قناه اخونا صدام، اللي بيحب يروح يشوف الفيديو كامل يشوفه على قناه صدام، بس انا هون حبيت اعرض لكم بفيديو قصير اسماء الرابحين معنا بالسحب. بترككم مع الفيديو، مشاهده ممتعه. يلا روح، يلا بسم الله نختار اول اسم. اونلي جوكو بلاك، هاي اول رابح معنا لليوم. سارة قبل شوي حطت الاي دي تبعها صح، هاي اي دي جوكو. خلينا نسحب الاسم الثاني. علي الابراهيمي، علي معنا على البث اظن. مبروك يا علي، حاطط الهاشتاج صح. اي الف مبروك، حظك ونصيبك. ناخذ الاسم الثالث، صادق. شوف على الحظ، مش ربح صادق. فهاي بدنا الاي دي تبعه مشان ندخله. كنا عم ندور على الاي دي تبعه، سبحان الله اجت عيديها وشريها. اللي بعده عندنا الشاب الياباني، ناخذ الاي دي تبعه. الف مبروك. وناخذ اخر اسم معنا لليوم، جيلاس. والله الشباب اليوم حظهم قوي، كله الشباب ربحت. جيلاس من زمان ما هذا. الف مبروك يا جيلاس. وبس هي كانت اسماء الرابحين معنا، ان شاء الله الف مبروك للي ربحوا، حظ اوفر للي ما ربحوا، وبالتوفيق لكم بالمسابقات الجايه. بشوفكم على خير في فيديوهات جديده. السلام عليكم ورحمه الله. We'll be right back.